بابا افهمني بقى يا بابا. بص الجاكيته دي ستايل قديم. انا يا بابا لو فانكي. بص يا بابا السبايك. بص كل الادويه دي ما تلزمنيش، ده ابو امك ما وافقش عليا الا لما بص كده ولقاني لابس الجاكيته دي. ما عشان كده مات مجنون. اخرس تعال عدلك كده فطر. استنى نفسي تبقي موجود النهارده. طيب وركبي اهو رايح اخطب. وحشتيني يا زبيدة. انا بموت يا عم هاني يا شاكر. وحشتيني يا بابا. ثانية كمان وانا هوحشك. وحشتيني يا زبيدة. يا بابا مالك يا بابا؟ معلش الله يرحمها الله يرحمها. يا بابا هتخنق. انت بتشنقني. طيب خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيتي يا لوزة. بيتي يا لوزة. ايوه يا ستي. تعالي يا بنت. ايه اللي مجمع الارض ده؟ دي ميه يا ستي انا لسه مسحه. انت ايش عرفك انت؟ ميه ايه ده؟ عمل معمول لي. امشي هاتي لي شويه ملح عشان افسده. امشي يا بنت. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. الهي يخرب بيتك يا وليه يا ام عاطف. تولعي بجاز انت وابنك عاطف وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاح. يا سيدي يا كبير جرجرها من على السرير. يا سيدي يا امام احرمها من دخول الحمام. اه يا وليه دي خرب. هات يا بنت هات يا بنت. يكفينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق. قادر يا كريم. امسك يا بنت واقفلي الباب. حسك عينك الاقي ميه بعد كده مرميه على الباب لحسن مكتاب الله. امسك دماغك ده هي واحطها في قلب الميه السخنه المغليه وانتفك زي البطه شعريه شعريه. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انت هنا يا حمدي. ازيك يا خالد؟ حبيبي ازيك يا روحي؟ عامل ايه؟ وحشتني يا ولد. ايه يا ولا انا مش قايله لك الف مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك. اهي النتيجه اهي رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زورك. مفيش حاجه نافعه يا خالد. ليه مالك يا وائل؟ اسالي نوال. يا ماما بقالي ساعه بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش. مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسال علينا. هو في حد بعد ابوكي ما مات سال علينا غيره؟ شوف بقى انا عامله النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تساليني انا. اسالك انت ليه؟ هو انت غريبه؟ انما هو غلبان يا حبه عيني. عايش لوحده يا عالم يا عالم من اللي عايش معاه. عن اذنكم علينا بيت. تعالي يا بنت انا ولا انا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي خش السفره اقعد العب شويه على ما اجي لك. حاضر يا خالتي. تعالي اترسي اقعدي. حطي في دماغك بقى مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقول لي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش وقت. انت حره ليأكل على نفسي بتاع نفسي. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين اللي هيشغلها وانا بره؟ في ايه؟ يلا في ايه عندنا معاد يا بابا؟ بس اربع عيش. انا اسف انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مرة امبارح؟ امبارح غير النهارده. يا بابا انت هتديها حقنا خلصنا. يا ابني دي مسؤوليه. ولعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال. مش عايز فضايح. السعر من العربيه. روح خد لك تاكسي. انا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفت ده يا خالتي؟ حته الماس ثمنها 10600 جنيه هتاكل منك حته. الله منين كده يا واد؟ ده الماس. ولو اني ما بحبش البس الالماس عشان الحسد بلازم منه لكن هلبسه بقى والحري صلى. رايحه فين يا نواه؟ رايحه كوافير. حاولي تساعديني عشان تيمور وابو جايين. عايزه ارجع ما الاقيهوش. طيب طيب بس ما تتاخريش. بابا يا ماما. فين سلامه يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونا. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبه ده؟ يا اخويا انا ماليش راي. الراي راي بشندي. لو وافق يبقى انا موافقه. موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط. دول اهل الطالع والمستخبي. تروح في 60 داهيه. عندك حق. يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقه دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزل؟ مشاري واسع. هتلاقي امك اللي جايبها.
عليا انا هوريك. انت رزق ليه يا اخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، مشاريع واسع قدامك. انا حمار؟ طيب اقل واجب لما تخش عليها الدخله دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين ايه عربيه المولد اللي انت راكبها دي؟ مش عاجباك العربيه تبقى حمار. بابا حمار وسايق جنب. بابا مش عاجباك العربيه يا شباب. بابا ما كترش في كلامك افتحي. بس انت ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما كترش في الكلام. خليك بعيد عشان انتك انت ما تتكرمش. انت لازم تتربى بقى. وريني رخصك يا بابا. تتطحن. انا اتهرس لحد. ايه ايه انت بتبني لك على ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده تيمور يا تيمور 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 يا تيمور تيمور. لا كان معايا واحد صغير بس انت عارف راح فين. ابو سامي اتفضل. يا بابا بابا انت تيمور. يا انا للاسف تيمور يا بابا. اخبار الخلانوسه ايه؟ من السفره بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا. مسافرة برا مصر. اه لو كانت موجودة هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بأمرها. خدي ورش شوية المية على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. مش برا. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزة؟ اه عاملة ايه معاك يا لوزة يا ست هاني؟ حلوة يا اخويا زي الفل ما تتخيرش عنك. ايش برا البيت. الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما هش هش يا ماما جايالك يا نوال. هش 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 برا 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 برا. عايزه ايه؟ مين اللي جاب بشاندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر. يا بابا ما تقولش كده والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربه ما يستحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا قلت جوه همشي. ده بيني وبينك بابا. بابا احنا نخش الزباله دي. الزباله انت عارف هتفوق فيها كام؟ ايه ماما انت عايزه تفضحيني؟ خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البوليه يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ ما اعرفش يمكن واحد من قرايبه. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ هو كمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. طمن ازي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك. انما كفل الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم. خناقه بسيطه في الشارع بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. اه ما حريت بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا التربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشاندي 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 ده بركه البيت. زي ما يا ايوه بابا عيني. يا حبيبي يا ابني انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هارب بترش ملح علينا ليه؟ الله لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. احرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هارب. ربك كريم. هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال بنتي نوال. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه. حاجه بسيطه حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مش سلامتك ولا حاجه؟ سلام. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟
مبهوره بالبدله ده. منور يا عم. الله يخليك انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. بدري استر من عيني يا عم. احنا طبق فول. ايه اللي بيعمله ده؟ ما رديتيش علينا يا هارم. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا باشندي؟ المكتوب مكتوب واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده يا ولد؟ تيمور ولا كلمه. استهانم عقبال ما يجي لك الرد. تليفون بيتنا عند بنتك هريانه تليفونات ليل ونهار بتتصلي بينا. يلا يا بابا ما تتكلمش في حياتك. ولا كلمه قدام. يلا معلش يا عمي انا اسف. شاكرين قوي يا نوال. جبان انا وابويا ترش علينا ملح. شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جليل. احنا قاعدين في المنطقه كلها.